إذن إلى كذلك تطور نشاهده ونتابعه على الشاشة مباشرة. هذه الصور لأهالي المحتجزين في غزة يخترقون السياج الحدودي للقطاع للمطالبة بإبرام صفقة التبادل. إذن هذه صور حية لأهالي المحتجزين في قطاع غزة وهم يخترقون السياج الحدودي للقطاع للمطالبة بإبرام صفقة التبادل، وهي الصفقة المتعثرة حتى الآن، ويطالب بها أهالي المحتجزين منذ 7 أكتوبر في مظاهرات يومية كبيرة. ولكن ربما هذا تطور لافت يا أسامة وكبير بما يتعلق بكل تأكيد، لكن يعني السؤال الذي يتبادر إلى أي ذهن، إلى أين يتجهون؟ يعني إذا كانوا قد اخترقوا السياج الحدودي الفاصل ما بين إسرائيل وقطاع غزة، إلى أين هم يتجهون الآن في هذه المرحلة؟ ربما يعني ستكون هناك تداعيات لما حدث طبعا، وما نراه نتابعه على الهواء مباشرة الآن. أهالي المحتجزين في قطاع غزة، يعني هؤلاء طبعا كما ذكرت يعني يتظاهرون منذ أكثر من 10 أشهر منذ بدء الحرب ما بين إسرائيل وحركة حماس. هم يتظاهرون بشكل شبه يومي وتحديدا كل يوم سبت، وكذلك نظموا الكثير من التظاهرات أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي وأمام أعضاء الحكومة. لكن حتى كان لافتا بالأمس أن المحتجز الذي تمكن الجيش الإسرائيلي من تحريره من قطاع غزة أثناء مكالمته الهاتفية أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبه بعدم التخلي عن المحتجزين بعد ساعات قليلة من حديث بنيامين نتنياهو، وظهر فيه ويتحدث كان يتحدث معهم وتحدث بأنه يحافظ على الأمن القومي لإسرائيل في هذه المرحلة ووجود دولة إسرائيل. على ما يبدو أنه البعض اعتبر أنه لا يولي لقضية المحتجزين اهتمام كبير. وكانك قد عقد الكثير من الاجتماعات مع ذوي الأسرى، كان يعطيهم إشارات بأنه مهتم بذويهم وبأبنائهم في القطاع، وهم يعني محتجزون منذ 11 شهرا وحتى الآن.